مرحبا بكم. موعد جديد في المحقق على اليوتيوب وتطبيقة المحقق بلوس. موعد جديد مع أشهر القضايا التونسية. قضية بتهزنا للحديث على موضوع كبير، وهنا هالأيامات قاعدين عايشين في الخضم متاعه. نحكي على موضوع الحرق. ربما راك تعرف أنه حالياً نعرف واحدة من أبرز الموجات متاع الحرقة اللي عرفناها في تاريخنا، حرقة متاع توانسة وخاصة غير التوانسة، أفريقة جنوب الصحراء نحو أوروبا وتحديداً نحو إيطاليا. هي موجات لم تنقطع، ولكن اللي قاعدين نعرف فيها الأيامات حاجة تشبه الخيال، بالآلاف الأعداد متاع الناس ديجا اللي قاعد يتم منعهم من هذه الحرقة من أفريقة جنوب الصحراء. لكن الحقيقة مش باش نحكيه على الحرقة في حد ذاتها، ولكن باش نحكيه على شنو اللي نجم يصير بمناسبة الحرقة، جرائم كبرى تصير بمناسبة الحرقة. أنا متأكد أنه الجريمة اللي باش نحكي لكم على تفاصيلها صايرة منها العشرات من غير ما نسمعوا بيهم، بل أن باش نحكيه مش على جريمة ولكن على جرائم باش تكشفهم جريمة. مرحبا بك في حلقة جديدة من أشهر القضايا التونسية. حكايتنا الليلة تبدأ من جرجيس وترجع بينا الماي 2020 في الجهة. فما حجام شاب صغير عمره 20 سنة اسمه قيس، هو وحيد أمه وأبوه. قيس الحقيقة خدام يخدم على روحه وبحبوح محبوب من الكليونات متاعه، لكن عنده حاجة راكبة في مخه طوى من مدة وقيس ما فماشي خيط إلا وحب يسأل ويسقسي عليه. خيط تاع شنو؟ خيط متاع حرق. ملي حط في باله أنه ما عنده حتى مستقبل إلا كي يحرق. هو حجام ويخدم على روحه وربي عينه وديجا وحيد أم وبوه وهكا، فما نوع من الدلال، ولكن حاطت في مخه أنه لازم باش يحرق. هذا موضوع آخر شعلنا فيه مش وقت. على كل حال باش تتواصل الأمور هكا إلى أن يجي التليفون اللي كان يسنى فيه سي قيس من عند صاحبه أحمد، اللي باش يقوله راهو خوه سليم التاكسي راهو عنده خيط، راهو عنده شكون ينظم في حرقة وقاعد يلملها في الجروب متاعها وراهو ايامات وبش يطلعوا. اي يا احمد ماك تعرف خويا ماني انا نحب نمشي معنا نحرقوا جميع مع بعض. اي وهو كذلك باش نحرقوا مع بعضنا، اما يا قيس ماك تعرف عربون معناها باش يخليوا لك بلاصة يلزمك تكح توا معناها 500 دينار في انتظار انه تكمل الباقي. اي قديش الباقي؟ توك يتقابل سليم 500 ومن بعد 3 ملايين. باه يا سيدي مشيت معاك 500 حاضرين هتو نعطيهم الوقت اللي نقابلو ويا من عاش نلملو 3 ملايين. وذاك اللي باش يصير وباش يلتقي قيس بسليم التاكسي وباش يعطيه 500 دينار. في التاكسي متاعو لقى سليم ولقى بحذاه امراه واعطاه 500 دينار وتفاهموا، قالوا في الأيامات الجاية يا قيس باش يجيك تليفون تبدأ محضر روحك تهز ساكك وتقصد ربي، تمشيش تعطلنا معناه من توا تحضر ساك هذيك الساك اللي باش تمشي بها فيها طرف الدبش اللي حاجتك بيه، ورد بالك تقول هالكلام من هنا ولا من غادي ويسمعوا بينا ويهلكونا البيعة الكل. تهنى ما عندك كان رجال، ما نيش باش نقول بالطبيعة وماني باش نقول حتى حد، لكن الحقيقة قيس موضوع الحرقة
هو مفكر فيه وشغله باله، ولكنه عبارة على مشروع عائلي. أي العائلة في بالها بي، بوه في باله اللي هو يحب يحرق، أمه في بالها اللي هو يحب يحرق، بل عاونوه يعني فيما يتعلق بحكاية الفلوس وكذا باش أنه يحرق. وهذا زيادة موجود منه الكثير، يا حسرة وقت اللي كانت الحرقة عملية كما نقول وإحنا سرية حتى العائلة ما في بالهاش، ولم تسمع كان بي بولدها يما وصل يما ما وصلش، ما زال موجود منه. ولكن فما اليوم برشا حالات وين العائلات في بالهم، بل العائلات يمولوا العملية. كيف كيف هذا موضوع نحبش ندخل ياسر في تفاصيله، كل واحد يعمل اللي يحب أكوردو، ولكن هذه الصورة كما وردت. دونك قيس باش يقول لدارهم، أمه ما كانتش في الدار وقتها باش يعلمها بالتليفون، بوه باش يعلمه بالعملية، التفاصيل الكل وكذا. لكن المشكلة أنه تعدى نهار الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، هو كان يستنى في بضعة ساعات ويجي التليفون، هالتليفون هذا ما جاش، وبدأ يتقلق وبدأ يقول زعما فزدت البيعة ومرة أخرى باش تتأجل، ومرة أخرى باش ترسيت لي نستنى جمعة ولا اثنين ولا شهر ولا زوز الحرقة أخرى. وباش يبدأ يحاول يتصل بسليم التاكسي، وباش يبدأ يحاول يتصل حتى بصاحبه أحمد، لا من مجيب، ما فهم حتى جواب. وصلنا الواحد جوان 2020، وقتها جاء تليفون من عند سليم. يا قيس تحذر روحك، اليوم مع قرابة الخمسة متاع العشية نتعديلك في البلاصة الفلانية، نلقى عندك الفلوس ونقصد ربي ما نوصيكش على الفلوس. اتهنى يا سليم، ما عندك كان رجال، الفلوس حاضرين، واليوم نتقابلوا نعطيك امانتك ونقصد ربي. حذر، هز الساك اللي محذرها، خمسة متاع العشية كان في الموعد، يستنى وبدأ يستنى. دارجين ربع ساعة، عملنا نص ساعة، شد التليفون بدأ يطلب، ما فما حتى جواب. قرابة الساعة من بعد، واو جاي في كرابته، هاو سليم معاه زيدا نفس المرأة، وأهبط سليم وبدأ النقاش مع قيس. قيس باش تتلقى جثته نهار 9 جوان ملوحة في الطريق بين جرجيس وبين قردان. جثة كان من الصعب جدا التعرف عليها الحقيقة، لأنه يرحمه كان في متعرض للشمس لدرجة أنه لون البشرة متاعه تبدل تقريبا تماما على يعرفوه عليه العباد، بخلاف أنه جثة يعني قعدت قديش منتفخة في وسط الشمس في كذا، من غير ما نزيد نعمل لك تصويرة معناها باش تفهم الوضع، يعني كانت في وضعية خايبة ياسر. الحقيقة الخبر كان صادم بالنسبة للعائلة متاعه. أمه صحيح من واحد جوان ما جهاش خبر التليفون اللي كانت تستنى فيه، كانت تستنى أنه علول ما يوصل للطليان باش يطلبها، وهذا اللي تفاهموا فيه. رد بالك على روحك عايش ولدي، علول ما توصل اطمني عليك، وهذا كانت غاية المنتهى متاعها، وهي مطمنة عليه نوعا ما على خاطره ماشي مع صاحبه أحمد وخو صاحبه سليم، ما فماش أكثر من هك. صحيح تحيرت كي بعد نهارين ثلاثة ما كلمهاش، لكن كانت ديما تقول ربما ربما فما حاجة صارت لهم غديك، ربما ضيع تليفون، وربما ما لقاش بيس باش يطلبني، لقات الأعذار الكل مسيكنا. إلى أن جاء الخبر اليقين بأنه قيس عمره
محرق، قيس باش تلقى ميت بين جرجيس وبين كرتين. بما أنه أمه والعائلة كانوا يعرفوا التفاصيل ملي باش يتم العثور على الجثة متاعه والتعرف عليه، باش تبدأ الأخبار تروج، وباش تبدأ حتى الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي تروج، والعائلة باش تقول أنه كان في تواصل مع سليم التاكسي على أساس أنه باش يحرقه. سليم تاكسي باش يحرق قيس، يا اخي قيس تلقات الجثه نتاعو. خبر باش يوصل حتى المارث، مارث وين باش نلقاو جويده، مراه كبيره، مراه عندها وليد مختفي من بدايه ماي، زهير مختفي من بداية ماي. الحاجة الغريبة اللي لقاتها جويدة أن ولدها عنده صاحبه تاكسي من جرجيس. هما يفركسوا على ولدها توا، عندهم أيام وليالي وما فما حتى خبر، وصاحبه التاكسيستي في جرجيس هذا ما هوش مقصر، ونهار كامل وهو يسأل عليه وكذا. ولكن استغربت أنه فما تاكسي في جرجيس مسؤول على واحد مات وكان باش يحرق، وأنه هي ولدها اختفى وعنده صاحبه في جرجيس وهو تاكسي، فبلغت العناصر الأمنية. وبالتثبت العناصر الأمنية باش تلقى أن في الحقيقة نحكيو على نفس التاكسي. سليم التاكسي عنده علاقة باليسار القيس الحجام، وعنده علاقة باليسار الزهير. شنو هي هالعلاقة؟ وشنو حكاية الجرائم اللي تصير في إطار الحرقة والتحذير للحرقة؟ هذا اللي نعطيكم تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.